ان المسؤول وراء هذه الازمه طبعا هي الدوله بتوريد الكميه المطلوبه للمستهلكين او تبرير على الاقل الظهور امام المواطنين وتبرير ايش الازمه. والله المسؤول الاول يتحمل رئيس الجمهوري والحكومه وجماعه الحوثي الذي الان ماسك مفاصل الدوله، هي اللي تتحمل المسؤوليه الكبرى، لانها لا هي التي تركت الامن للجيش ولا هي التي مسكت الدوله، وفي الاخير ترجع تحمل الجهات الاخرى، اي جهه تعاد جماعه الحوثي تحملها المسؤوليه بالرغم انها ماسكه مفاصل الدوله. هم الذين ماسكين هذه الدوله هذه الايام والذين يفتعلون الازمه. اما التقطعات وغير التقطعات لا توجد في مارب، انا نفسي من مارب لا يمكنني في قاطره على الخط انها يعني متقطع عليها او في حاجه، لكن هم يعني افتعلوها افتعال ازمه، هؤلاء مفتعلين ازمات رئيس الجمهوريه والدوله والذي مسك الدوله. الحكومه مسؤوله عن ازمه الغاز، اللي بالدوله اللي مسؤول عن الغاز، الحكومه الجديده ودخول الحوثيين العاصمه صنعاء والرئيس السابق علي عبد الله صالح عفاش وعبد ربه كلهم يعني بشكل عام. عبد ربه والحكومه الجديده. المسؤول هو غياب الضمير فينا. لو الواحد بيشتغل بضمير انه ما يوجد اي ازمه سواء في غزه او في غيره. قد يكون ما نعرف ايش احنا، في ناس لهم يد في الازمه هذه وناس بيخربوا وناس في ازمه الغاز وازمه الكهرباء وازمه المياه. من الذي هم التايول علينا هو المسؤول؟ الرئيس. الرئيس وداد الله عنه رئيس بس سمراء. عبد المنصور هادي هو مسؤول على الشعب، دخل الحوثي لها هنا. الفاسدين بشكل عام يعني معروف عنه انه ما طلع حق الغاز. ومع ذلك يعني بيلقوا المواطن الى هذا الاحتياج الشديد يعني. هي الحكومه وهذا الشيء راجع للحكومه. هي الدوله. اليوم يحترقوا الغاز. مكروا احنا حكومه الرفاق فاشلين، حكومه باسنجوه فاشلين وطلعوا فاشلين ازيد من الحكومه الاولى. يعني ايش لنا الان حوالي اكثر من اسبوع او اسبوعين بدون غاز. الرئيس وثاني حاجه يعني الحوثي. اتقوا الله في هذه الاشياء على ان جميع الشعب جميع فئاته جميع مكوناته تعود على استخدام هذه الماده. ان يتقوا الله في الشعب هذا حرم عليهم يعني ليش يواجهوا بهذه العقوبات؟ ايش ذنب هذا الشعب؟ ايش الظلم هذا عليه؟ بان يتق الله وينظر الى وضع المواطن المسكين. رساله انهم يتقوا الله في الشعوب والشعب هذا المسكين اللي يتحمل كم من مصيبه. نتي الرساله لعند عبد ربه لانه يوجد الغاز يوجد التيزر يوجد كل شيء. ايش ذنب اطفالنا واجيالنا محرومون من ثروات اليمن، ما عادش من اي واحد من جيبه، ثروات خيرات اليمن. ربي بيعاقبه حتى لو انا ولقيته وضربته، ولكن العقاب اسمه بعدين. خففوا لنا الهزمات هذا، الغاز والبترون وكل شيء غالي وكل شيء نار. الله يسيبه وينتقم منه، رجعنا للحطب. اقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في المواطنين لا يزيدوا الازمه فوق الازمه. أقول لهم أنهم يخافوا الله ويتقوا الله ويوفروا الاحتياجات الخاصة بالمواطنين. المواطن قد هو يعني ضابح قوي، قد هو لا حد القساء. الشعب قد هو باغر لا أبعد الحدود. تنزل إلى الساحة لتعين تشوف الذين يحتكروا الغاز. ارحمونا، نقول لهم يعني لا غاز ولا كهرباء ولا خافوا الله واتقوا الله. كانوا مكنون الإصلاح الإصلاح الإصلاح، الآن خلاص البلد بيدهم، من المفروض يوفروا الغاز. المسؤول الاول عبد ربه منصور هادي والمسؤول الثاني الحوثي، هذول الاثنين اعداء البلد.